السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبيكن وجعل الجنة مثواي ومثواكم. كده البنات لبس عليكم بخير. مهم جيتكم فيديو قصير ماشي طويل بزاف بحال اللي سبق باش نهضر فيه على التعليقات اللي جاوني في الفيديو اللي حطيت قبل من هذا اللي حطيته بعد دابا شي 3 ايام عفوا. تبارك الله ما شاء الله كومونتات من الناس من البنات مزيانين. مهم خلطة تما بزاف ديال البنات كتبوا لي كومونتات زوينين وبزاف ديال البنات اللي بحال تقريبا حكيتي لهم على الضبره اللي كيعيشوا نفس الوضع ديالي انايا وهما بالاحرى قولوا قدامين عليا هنا وبحال تقولي جيتي حكيتي لهم على الضبره وصافي. وكاينين كومونتات اللي شي شويه دابا جيت نجاوب عليهم في هذا الفيديو هذا لانني خاصني نوضح شحال من حاجه وفي نفس الوقت خاصني نصحح شي حوايج شي افكار غلطه عند شي بنات في لي كومونتير. فمن شفت داك واحد الكومونتير اللي صراحه وصل انه فيه تحريف الايه وفيه تحريف الحديث النبوي فقلت ضروري غادي ندير فيديو باش نوضح شي امور ولعل وعسى هاد البنت اللي كتبات هاد الكومونتير ما تكونش عندها درايه بالتفسير الغلط اللي فسرات به داك الحديث واش كان عن هوى نفسها لانه بالنسبه لها كتقنع بنفسها انها باش تمس على داك الخطا اللي كدير واقيله في اللباس ديالها ولا هي ما مفسراه غلط يعني مفسراه غلط يعني هي ما فهماش بالضبط هذاك الحديث ولا ديك الايه شنو كتعني. المهم شكرا بزاف على الكومونتيرات اللي كانوا زوينين. شكرا بزاف بزاف والله لقيت كومونتيرات زوينين لا في الانستغرام لا في اليوتيوب. شكرا لكم بزاف 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 والله. مهم بعدا نبدا اول حاجه. كاينين البنات اللي تهما تيعيشوا نفس الوضع ديالي وكاين اللي مسكينه حيطت النقاب كنطلب الله سبحانه وتعالى يثبتها ويسر لها ربي باش تعاود ترجع تلبسو من هذا المنبر هذا. كنقول لها فاش جيتي حكيتي لي على المشكل ديالك في الانستغرام والله صراحه بقيتي فيا وصعيب الحال باش تحيدي واحد الحاجه اللي قلبك متعلق بها. وكنطلب الله سبحانه وتعالى انك ربي يسر لك مره اخرى تلبسيه وهاد المره ما تقرعيش كاع نهائيا ما تحيديهش. بالنسبه عاوتاني كاين الكومونتيرات اللي كانوا بنات اللي هضروا معايا على حسب التربيه ديال الاولاد هنايا في هذه الغربه هذه خصوصا دابا ماشي بحال كتربي ولادك ماشي بحال اللي كتربيهم في المغرب بحال اللي كتربيهم في شي دوله غربيه. هنا بحال اللي كتحاربي مع المجتمع بحال كتحاربي مع المدرسه كتحاربي مع الاستاذه كتحاربي مع المجتمع اللي داير يمكن كتحاربي مع داك الدراري الصغار اللي كيلعب معاهم ولادك باش كيكون عندك واحد الولد في الدار كتفورماطيه كتدخلي ليه افكار مزيانه كتقريه مزيان الدين ديالو كتشرحي ليه فاش كيخرج كيعيش واحد النمط واحد اخر اللي غير على البيت ديالو. ففاش خصو يدخل للدار هاد البنت ولا هاد الولد خاص كيتعاودي تفورماطي ليه العقل ديالو وتصحي ليه بزاف ديال التساؤلات بزاف ديال الاغلاط اللي دخلوا ليه العقل ديالو. فهنا بحال اللي كتحاربي يعني صعيب بزاف باش تربي ولادك تربيه صالحه. هنا سواء كنتي شي ام اللي ما كتنعسيش وما كتمليش وما كتعياش وكما تنقولوا محاربه على التربيه ديال الوليدات كاين ما كتعياش في داكشي الله يجعل لك يكون عندك الخاص يكون عندك خاطر واسع بزاف. واحد البنت قالت لي بقات ديرنا فيديوهات على كيفاش تربي وليداتك خصوصا في الغربه ان شاء الله ضروري حيت هذا حتى هو نمط ديال الفيديوهات اللي بغيت ندير. حيت انا ماشي نقول لكم يعني بروفيسيونيل ولكن الحمد لله انا كان بحياتي كنقرا كنشد شويه الخاطر مع ولدي باش خصوصا دابا بلاد واحده اخرى باش نربيه تربيه صالحه ان شاء الله. فاكيد اي تجربه دزت منها غادي نحكيها في فيديو وغادي الطرق اللي غادي اللي يصلحوا معايا انايا والحمد لله كاين بزاف الطرق اللي غادا بهم في التربيه مع ولدي اللي الحمد لله كنلقى فيهم نتائج زوينه غادي نقولهم ان شاء الله في الفيديوهات القادمه اكيد. بالنسبه لعاوتاني كاينين اخوات اللي قالوا لي ولا اخوه اللي قالوا لي لا يجوز انك تعيشي في بلاد الكفر عندكم الحق. هذا حديث نيت صحيح ولا يجوز ولكن الظروف احكام يعني كاين شي حوايج اللي كيخرجوا على الاستطاعه ديالك. كما قلت في الفيديو اللي سابق انا الزوج ديالي مستقر هنا شحال من عام ماشي يلاه مشى ولا يعني نقدر ما شحال من عام. مهم سنوات هو في الغربه يعني العمل ديالو هنا الدبلوم ديالو كله من هنا يعني كيفاش نقول لك يعني الحياه الخدمه ديالو كلشي هنا. فجربنا العيشه على البعد وكلشي ولكن ما يمكنش تربي وليداتك بوحدك شحال من حاجه خاص يكون الزوج في البيت. فداك الشيء علاش اضطرينا اننا نتجمعوا. فكما قلت في الفيديو السابق الحمد لله باذن الله ربي سهل لنا امورنا حنا ما
ماشي معولين نموتوا هنا وندفنوا هنا ولا نديروا مستقبلنا هنا ولا نبنيوا هنا ولا لا، بالعكس الحمد لله عندنا افكار مغايره على داكشي اللي كيكونوا اللي كاينين بزاف الافكار. يعني بزاف ديال الناس كيفكروا ان هنا فين تيشريو الدار، هنا فين تيعيشوا، هنا فين كيستقروا. لا بالعكس، باذن الله حنا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى عز وجل انه ييسر لنا امورنا ونخو هاد البلاد ورجعوا كاع حنا لبلادنا اللي نعيشوا فيها. كندعيوا الله سبحانه وتعالى ليل ونهار، وان شاء الله ربي ما خاب من توكل على الله. فهادو الناس اللي قالوا شكرا بزاف، لانني كنحترم داكشي اللي قلتو، بالعكس كيعجبني الواحد يعطي اي حديث ويعطيه بالدليل، لان الدليل هو كل شيء ويعطي التفسير ديالو الصحيح. فغنجي للفيديو، نجي عفوا التعليق ديال الاخت اللي سميتها فاتي شي حاجه، مهمه بقيتش عقلت، فالتليفون كنصوب به ما نقدرش نعاود نقرا التعليق. المهم الناس اللي كيشوفوه عاودوا تقراو التعليق ديالها. فقصدت ليا انه بحال حنا معقدين الامور بزاف، وانني نقدر نلبس غير الشال ونقدر نلبس غير العبايه عادي، فالله سبحانه وتعالى ما كاينش بحال اللي ما كاي ما شي حاجه اللي من فوق طاقتي خاصني ما نديرهاش. يعني بحال اللي كتقصد عرفتي، ما بقيتش عقلت على التعليق ديالها حيت تبارك الله طويل. المهم دخلوا قراو وغادي تفهموا شنو بغيت نقصد. فكانت درت الدلاله بواحد الايه وبواحد الحديث اللي جيت انا نفسرهم ليها باش ما تبقاش دير واحد المغالطات اللي تعطيهم الاخوات وحدين اخرين، ودير واحد الذنب اللي تطيح فيه اللي بقى يجمع لها غير السيئات حياتها كامله. اول شيء وهو فهنا استدلت بواحد الايه كريمه اللي قال فيها الله سبحانه وتعالى وما جعل لكم في الدين من حرج. يعني هي قصدت لها انه في الدين ديالنا اي حاجه اللي ما قدرتيش عليها ولقيتي فيها الضغط بزاف خاصك تخليها. هذا الشيء اللي قصدت في داك التعليق، يعني ما قصدت شي حاجه اخرى من غير هذه. فبالنسبه ليها على اللباس ديالي قالت لي لبسي الشال والعبايه وحتى الله سبحانه وتعالى. فقال هذا قال وما جعلكم في الدين من حرج، يعني انا خاصني نطبق ديك الايه وداكشي فوق الطاقه ديالي. اختي كون جيتي وقلتي لي الاخت مريم راه لا يجوز انك تعيشي في بلاد الكفر، نقول لك صح كما قالوا بزاف ديال الاخوان الاخوات، نقول لك عندك الحق وهكا عادي وكندوز مرور كما صافي. اما باش تقولي لي هاد الايه وتستدلي بها انني خاصني نحيد النقاب ديالي، اول حاجه بعدا في التعليق ديالك لو ما فهمتش كيفاش فرض التغطيه وجهه الكفين، ما فهمتش شنو قصدتي بها، واش هو لا يجوز واش يجوز. بالنسبه للنقاب انا ما غاديش ندخل معك في الطريقه ديال الحلال وحرام، واش استغفر الله العظيم واش يجوز ولا لا يجوز، واش فرض واش مستحب، واش ما ندخلش معك في داكشي. كان فرض انا درته الحمد لله وكسبت رضا الله سبحانه وتعالى، كان فقط غير شيء مستحب انك تغطي وجهك، فالحمد لله كسبت الاجر ديالو. بالنسبه للباس الشرعي والقفازات وجوارف هذاك شي حاجه اللي ما يمكنش تهبطي عليها نهائيا، انها ضروريه، اي مراه مسلمه خاصها تستر النفس ديالها. اما بالنسبه لك العبايه والشال، يعني كتقصدي بها بداك المخيله ديالي انا العبايه والشال، يعني كنقصد بها وحده لابسه عبايه وشال، ما عرفتش واش كتقصدي بها فضفاضه ولا لا. فاختي سمحي لي انا ما كان بالنسبه لي بحال في التين ديالي عرفت ان هذاك ليس لباس شرعي على حسب المخيله ديالي. كان عباءه فضفاضه اللي تبارك الله ما شاء الله تيكون التوب ديالها بالنسبه ل 4 متر والشال ديالو كيهبط على الصدر ديال فاختي، هذاك كنقول لك لباس الحمد لله لباس شرعي. اما اللي كتقصدي بحال الكلبسه في المغرب العبايه والشال ولا الجلابه، فهذيك اختي راه لا يجوز. يعني باش نكون واضحين وتستدلي بايه كريمه وتفسريها كيف ما بغيتي انت، راه ماشي راه شي حاجه اللي خايبه. انا شي ايه قرانيه ما نقدرش نقولها الا ما كنتش شفت فيها وقريتها وحافظاها ومتاكده منها 1000 مره باش غير ما نغلطش الا غنقولها لشي حد. على عساك انني نقول واحد الايه ونفسرها تفسير اللي غلط، واش باش كنرضي نفسي ونطمس على العقل الباطني ديالي اللي كيقول لي لا راه هذا الشيء غلط، كطمسي عليه بديك الايه لا راه حرجه في الدين، يعني تلبسي اللي بغيتي الحاجه اللي كنتي مضغوطه فيها تقدري تنازلي عليها. فلا، انا نشرح لك اختي هذه الايه. هذه الايه الكريمه كتعني فهاد الآية كيقصد بها الله سبحانه وتعالى في الشرح ديالها، وممكن لك تقلبي عليها في الشيوخ اللي معتمد عليهم، يعني حيد عليا الشيوخ ديال العريفي ولا سامي يوسف، لا كنهضر لك على الشيوخ ديالنا الكبار. الى بغيتي نجي عندي الانستغرام نقول لك الاسماء ديالهم كاملين اللي تستدلي بهم في تفسير القرآن الكريم. وهو ان الله سبحانه وتعالى يسر لنا في الدين ديالنا بزاف، الدين ديالنا يسر وماشي عسر. كاين بعض الفروض اللي كنديرهم في الحياه ديالنا اليوميه كالصوم في رمضان كالصلاه كالوضوء
الاكل اللي مذبوح بالاسم ديال الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى رفع علينا واحد هذوك المحظورات رفعوا علينا في واحد الاوقات، كما مثلا كنتي مريض تقدري ما تصوميش، كنتي مسافره تقدري تقصري الصلاه، ما كاينش الماء ولا الماء كياديك وكيدير لك واحد الضرر جسمي اللي صعيب تقدري تيممي، يعني في شي حوايج اللي كنديروهم يوميا ماشي على اللباس. ولا مثلا جيت انا واحد البلاد، انا جيت باش نعيش واحد البلاد وسط الكفار، وسط الكفار ولا النصارى واليهود ولا الله اعلم، وحيت تحسسوني بالضغط غنوض نحيد اللباس ديالي، لانه لا حرج في الدين، الله سبحانه وتعالى الدين يسر ويعسر، وخاصنا ننفسوا شويه على حالتنا، والله سبحانه ما تبغيش يزين. لا لا اختي راه عندك غلطه بزاف، هذا غير حجه شيطانيه اخترع على العقل ديالك، ولا شي واحد اللي فسرك بطريقه غلطه. بالعكس الله سبحانه وتعالى فاش قال هذه الايه راه قصد لنا بها الحوايج اللي كنديروا في حياتنا اليوميه في العبادات ديالنا اللي كاين في واحد الوقت ما نقدروش نديروهم. كدير واحد الذنب الله سبحانه وتعالى عطانا اننا نمشي نديروا توبه نصوحه، كاين الكفارات ديال بعض الذنوب، كاين بزاف ديال الحوايج. هادشي اللي قصد بهم الله سبحانه وتعالى، ما قصدش داك التفكير ديالك انت انه هنا لا حرج، هادشي شي حاجه ملزومه، شي حاجه فرض عليك تلبسيها، ما كاينش فيها نهائيا ولا هذا والو. تغطي الشعر ديالك، تلبسي حجاب شرعي، والحجاب الشرعي اختي سيري بحثي عليه مزيان، بغيتي نقول لك كيفاش دير الحجاب الشرعي ماشي مشكله، حطي كومونتير ولا تواصلي معايا في الانستغرام ونعطيك الدليل ديال اللباس الشرعي كيفاش خاصو يكون. مهم باش نكون وضحت هذه الايه الاولى اللي غلطتي فيها واللي استدلتي ايه قرانيه كريمه استدلتي بها بطريقه غلطه. يعني انا فاش قريت داك الكومونتير والله بقيت غير مصدومه، كنشوف كنقول ما فهمتش، ما عرفتش انا اللاج ديالك ولا كا ولا شي واحد اللي قال لك غلطه ما فهمتش. ولكن كنتمنى تشوفي هذا الفيديو هذا وتفهمي الشرح ديالها مزيان، وبغيتي نزيد نشرح لك مزيان مزيان ماشي مشكل، تواصل معايا اختي في الانستغرام ونشرح لك مزيان عندي الوقت. نمشيو للحديث النبوي الشريف اللي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم، لكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. في هذا الحديث النبوي الشريف ديال الرسول صلى الله عليه وسلم عطيتي دلاله ان الله سبحانه وتعالى ما كيشوفش الصور ديالنا بحال بغات تقصدي اللباس ديالنا، حتى بغات تقصدي عرفتي المهم بغات تقصدي بحال بغات تقصدي الصور ديالنا الوجه ديالنا ولا اللباس ديالنا ولا مظهر ديالنا الخارجي، وما كيشوفش الاموال ديالنا حتى بغات تقصدي، ولكن كيشوف القلوب ديالنا شنو فيها والاعمال ديالنا. فانا اختي غنفسر لك ديك الايه باش تكوني عارفه مزيان، بحال بغيتي تقولي لي بحال داك الناس اللي انا كنشوفهم جاهلين، ماشي الجهل هو ما قريتيش ولا لا، الجهل هو الجهل ديال العقل واللي ما كيبحثش في الدين ديالو واللي ما كيعرفش من ساسو من راسو ولا فين هي الحلال فين هي الحرام فين هو اللي يجوز واللي لا يجوز. يعني بنادم غير مدرم اللي سمعت يقول ولا نهار الانسان كيبغي يقطع الاغلاط ديالو والمعاصي ديالو تقول الايمان في القلب. هادشي اللي بغيتي تقصدي لي اختي دابا، ان الايمان في القلب ماشي في اللباس ولا في الافعال. بالعكس فكره غلطه نهائيه، وغنشرح لك علاش. لان الله سبحانه وتعالى لو كان قصد هادشي اللي قلتي انت فانا غنشرحه لك باش تفهميه. لو كان ان الايمان في القلب فهذيك واحد الحاجه اللي مزيانه، اذا كان عندك غير الايمان في القلب فراه غيبان في الاعمال ديالك. علاش؟ لان اذا كاين ايمان في القلب ديالك كثير فغيبان في التصرفات ديالك في الاعمال ديالك، غتولي تنهي نفسك على بزاف ديال المعاصي فغيبان فيك. اما لك الايمان القلب ديالك ايمان ديالو ضعيف والقلب ديالك فاسد فالاعمال ديالك غيبانوا فاسدين. انا كي كديري الذنوب بزاف كتكذبي، ما كتلبسيش حوايج الستر، ما كتستريش نفسك، شحال من حاجه يعني بزاف ديال المعاصي، فهنا كتعرفي راسك ما عندكش حتى الايمان في القلب. فهمتي هادشي اللي بغيت نقصد لك، انه داك الحديث اللي شرحتي انت راه غلط بزاف. فالله ما كي داك الحديث اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي كيقصدش بانه الله سبحانه وتعالى ما كيشوفناش لابسين، يعني هو غير انسان يصلي والايمان ديالو في القلب وانه كيبغي الخير للناس وان هادي اختي الا ما كانش داك الشيء في الاعمال ديالك علاش؟ والله سبحانه وتعالى سبق لينا قلوبكم على اعمالكم، يعني القلوب ديالكم على الاعمال ديالكم، يعني داكشي اللي تيكون في القلب هو اللي كيبان في الاعمال، وداكشي اللي كان في القلب شي حاجه زوينه كتبان في الاعمال، كان في القلب شي حاجه اللي خايبه كتبان في الاعمال ديالك. فهنا نكون واضحين، كان القلب ديالك كيخاف من الله سبحانه وتعالى وكيخاف من ملاقات الله سبحانه وتعالى، وانتيا يعني محمله غير بالسيئات، ما عندكش داك الخوف من الله سبحانه وتعالى، ولا
ولا من اللباس ديالك، ان اللباس ديالك يكون كله فتنه فاش كتخرجي كتقدري، يعني ملي كنقولوا فتنه راه انت كتكوني سباقه في الفتنه فاش كتخرجي متبرجه ولا لابسه لباس غير شرعي، فكتخلي شحال من واحد يشوف فيك، شحال من واحد كتخليه يدير الذنوب، فكتجمعي بزاف ديال الذنوب اختي. فداك الشيء الا ما كانش غيكون باين في القلب ديال، ما غيكونش في الاعمال ديالك، وكان في القلب ديالك حب الله سبحانه وتعالى، الحب ديالك للدين ديالك، راه اختي غيبان في اللباس ديالك، غطبقي شرع الله سبحانه وتعالى، غطبقي غطبقي داكشي اللي مذكور لنا في القران، داكشي اللي كيذكروا لنا في الاحاديث النبويه، انا غطبقي. ماشي انت غادي تجي تقولي الايمان في القلب. اختي ديك فكره غلطه بزاف، وعطيتي تفسير غلط اخي بحاجه انا كيتفسري، وهذاك التعليق تبارك الله كبير ما شاء الله، وحطيتيه في القناه اللي تحت، فغيشوفوا بزاف ديال البنات. فكان انا ما بغيتش نحذفو، كنتمنى من تشوفات الفيديو انت هي تحذفيه، باش ما تكونش شي وحده اللي تايهه وما عارفاش، والشيطان هي لابسه لباس شرعي ومزيانه وكلشي، والشيطان كيحاول يغرها وغتجي تلاقى مع داك التعليق ديالك، بحال واحد الباب من تخرج منه من هادشي كامل باش تحيد داك اللباس الشرعي، تقول راه داكشي بصح. اختي الله يهديك على نفسك اول شيء، لانه انا ما عرفتش كما قلت قبل داكشي واش نتيا كتحاولي تبردي بيه على راسك، ولا ما فهمش الايه والحديث مزيان، داكشي راه غلط بزاف. انت فاش كتبتي داك التعليق تبارك الله ما شاء الله قداش، راه ما جاوبتكش عليه، قلت غندير فيديو باش نشكر الناس اللي هضروا اللي تواصلوا معايا في الانستغرام، سمعت بزاف الكلام زوين، فقلت ما غاديش نجاوب، حتى غندير فيديو باش اي وحده شافت الكومونتير ديالها وقالت عندها الصح تشوف هذا الفيديو هذا وتعرف اللي داكشي راه غلط. اختي مازال ما تقنعتيش مزيان، ما قنعكش هذا الفيديو ديالي، جي عندي الانستغرام باش نقنعك مزيان ان داكشي راه غلط. كان هذاك الشيء ما بغيتيش تقنعي وكا، فهداك الشيء كيعني حاجه وحده، ان القلب ديالك فارغ من الايمان، باش ما تطبقيش واحد واحد الحاجه اللي شرعيه، باش نكون واضحين مزيان. فمهم وصلت نهايه الفيديو، كنتمنى ما نكونش طولت عليكم، خصكم فيها الهضره بزاف، ولكن هادشي اللي عطى الله خاصني نشرح داكشي اللي كاين كامل، باش انا نحيد عليا واحد الذنب ونحس براسي ارتاحيت انني شرحت شنو كاين. مهم شكرا لكم بزاف على اللايكات ديالكم، على الكومنتات زوينين، على الميساجات ديالكم زوينين بزاف بزاف بزاف. المهم كنتمنى لايك بارطاج الفيديو. صراحه من تحت داك الفيديو كاينين بزاف البنات اللي ما كانوش متابعيني، اللي حطوا لي كومونتات زوينين، اللي سبحان الله ربي صيفط لهم داك الفيديو باش يسمعوه. شحال من وحده صيفطات لي ميساج وقالت لي والله اختي الا فرحت ملي شفت داك الفيديو، وبحال اللي بردت لي قلبي، وشحال من حاجه والله كلام زوين بزاف، فرحت بزاف الحمد لله، فرحت انه واخا داك المشاهده قليله ولكن الحمد لله استفدوا منه بزاف ديال البنات. على واش يقولوا راه كاينين بزاف ديال المسلمات اللي بحالنا واللي خواتاتنا اللي عايشين نفس داكشي اللي كنعيشوا وصابرين، وانا يلاه باديه، يعني نتوما تبارك الله راه سابقيني في هذه المحنه ديال الغربه، وانا يلاه باديه، وداك الشويه اللي حسيت به فانني قدرت نشرحه، فانتوما تبارك الله راه تكونوا مجملين ومجبلين بشحال من هم في هذه البلاد هذا، فكنطلب الله سبحانه وتعالى يفك الكرب ديالكم والهم ديالكم ويسر لكم اللي فيها الخير ان شاء الله، يهنيكم من هذه البلاد ويهنينا معكم. المهم وصلت نهايه الفيديو، تهلاو في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.